طاو كبر عاوزة اليوم مات مات زوج من ليريكا دو بالسينياتير خباك منها جماعة مات زوج طاحوا جاو هزوهم دور كابل خباك من ليريكا دو بالسينياتير. السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. نشر أحد الناشطين على منصة تيك توك منذ قليل فيديو يبين تدخل مصالح الحماية المدنية لنقل شابين آخرين قيل أنهم لقوا مصرعهم بعد تعاطيهم لحبوب مهلوسة مسمومة لترتفع الحصيلة إلى 10 أشخاص لقوا مصرعهم بسبب هذه المهلوسات، وكان 7 شباب قد لقوا مصرعهم سابقا لنفس السبب في مستشفى تندوف، ووفى شخص آخر بعين مليلة بيوم البواقي حسب ما هو متداول. فوجب على شباب الجزائر الابتعاد عن هذه المحرمات والمحافظة على الصلاة لأننا في بلد عربي مسلم.